السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو الجديد فيديو اليوم راح نشرح كيف نشغل أدوبي فاير فلاي على أندرويد. راح تلاقوا رابط الموقع بالوصف، فيكم تفوتوا وتشتغلوا عليه. الخطوة الأولى بدنا نفتح الموقع، راح يطلع عنا بهالشكل. تمام، أول شغلة بدنا نسجل بالإيميل، نجي لهون على سيج إن. فينا نسجل عن طريق الجوجل أو الفيسبوك أو إذا عندكم إيميل. أنا راح أسجل عن طريق الجوجل. يلا سجلنا دخول، نكبس على اكسبلور فاير فلاي. ننزل لتحت، عندنا هاي تكست تو ايمج، تحويل الكلام الى صورة. الخاصية الاهم هي جنريتيف فيل، نضغط هون. عندنا ابلود ايمج، نضغط عليها ونجيب الصورة اللي بدنا نشتغل عليها. هذا من بعد ما عجبنا الصورة، نجي على اد، نختار سيتنج، حجم الفرشة اللي بدنا نشتغل عليها، ونحدد المنطقة هي اللي بدنا نغير فيها. هلا انا بدي اغير السيارة، احدد السيارة، تمام. بعدها بكتب له اكتب، هلا اللي ما بيعرف يكتب انجليش في يستخدم المترجم تبع الكيبورد. إضافة سيارة، بعدها بنضغط على هاي، نستناه يحمل شوي. راح يطلع عنا كذا سيارة، حتى إذا بتلاحظوا أعطانا نفس التأثير الإضاءة. مثلا اختار هاي، نضغط كيب، نرجع بحدد له هالمنطقة هاي. راجل يلا، هذا شايفين بأنه مرتكي على عمود. حدد له بالسماء، سلام هون. له إضافة طائرة، هالشكل. او انتو فيكم تبدعوا فيه على كيفكم، بس لسه مشكلته ان البرنامج بيطلع علامة مائية. بس بدنا نحفظ الصورة، نضغط على ثلاث نقط اللي فوق، داونلود، راح يحمل لنا الصورة. هاي الصورة راح يكون في علامة مائية على طرفها. كان كل شيء لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة لنضل مستمرين بالنشر.